مدريت إلا هالصاروخ بخبط. أول إشي صاروخ زنانة خبط بنتي تنتين، واحدة عمرها 18 سنة والتاني عمرها 14 سنة. لفيت أجري أنا وزوزة بدور عليهم، لقناهم بعيد عنك، واحدة متقطعت رجليها والتاني مصابة في رجليها. مشينا فيها شوية مدرينا لكمان صاروخ نزل علينا وإحنا بنسعى في البنات. صاروخ التاني البنت اللي بقى جررها بقتش ميتة، بقت تطلع في حالها كيف متقطعة، الساعة ما كانت ميتة. فلما خبطوا الصاروخ التاني استشهدت هي وأبوها. فيش يعني لا أب ولا أخو ولا فيش حد، يعني زمان كنا كتار، هلقيت فيش إلا أم أخوي، يعني كنا 9 تنفار في الدار، هلقيت فيش إلا 3. أولاد الشهداء 5، آيات عمر خضورة، أيوب عمر خضورة، سعاد عمر خضورة، ألاء عمر خضورة، أدهم عمر خضورة، ووالدي الشيخ أيوب خضورة، وأم الشهيدة سعاد خضورة. 7/20/11 ووالد زوجتي وخوات زوجة الاثنتان. 10 في لمح البصر. يوم 28/10 الساعة 2:30 كنت قاعدة بأطبخ لأولادي، مدريت إلا هالصاروخ بخبط. إحنا كنا على السطح ما كناش عند غاز، كنت أطبخ على النار. أول إشي صاروخ زنانة خبط بنتي تنتين، واحدة عمرها 18 سنة والتاني عمرها 14 سنة. لفيت أجري أنا وزوزة الله يرحمه عليهم ندور عليهم، لقناهم بعيد عنك، واحدة متقطعت رجليها والتاني مصابة في رجليها. أبوهن الله يرحمه سحب المتقطعة وقاعد يجر فيها ويكبر ويقول الله أكبر الله أكبر. مشينا فيها شوية مدرينا لكمان صاروخ نزل علينا وإحنا بنسعى في البنات. صاروخ التاني البنت اللي بقى جررها بقتش ميتة، بقت تطلع في حالها كيف متقطعة، الساعة ما كانت ميتة. فلما خبطوا الصاروخ التاني استشهدت هي وأبوها، ناموا فوق بعض وأنا كنت واقفة على السطح بزعق الناس تنجدنا وتسعفنا. فمدري بلف حالي هيك إلا نص الصاروخ التاني إجا فيا صوبني، حرقني حرق نصفي من فوقي لتحتي، من إصبع رجلي لراس أكلت في غرض وانحرقت زي ما أنت شايفك. أنا كنت نايم وصحيت على صوت هواية قوية، طلعت لقيت ردم، طلعت فوق لقيت أبوي بجر فخته مقطعة، وما وعيت على حالي إلا وأنا صاح في المستشفى، وقالوا له أبوك استشهد وصرت صيح. يما يا خالتي يا رب يجعلك مذوق منظر، والله لما بحط راسي على المخدة عمري ما بنسى منظرهم. ايش بدي اوصف لك اياه؟ مهما اوصف لك اياه بقدرش اوصفه، لانه منظر للأمانة لا يذيق ولا عدو ولا حبيب. لما تشوف بنتك ولما تشوف عشرة عمري 27 سنة روحي بقت فيه، لما اشوفه بموت قدامي، انا شفته بموت قدامي وسمعته وهو بقول اشهد وانا لا اله الا الله، شاهد مرتين وهو بموت قدامي. ايش بدي اقول لك؟ الله يجعلكم مذوقه يا رب. والله شفنا الحمد لله. اما بنقولها روحي مش قادره تروح، الدار احسن لنا من هان. شوف كل يوم بشرد بالظهر بزياش للعصر هان. شوف امبارح انحرقنا في الخيمه، شوف كله بضل بجيش انا. بروح اروح على الدار وباجي المغرب. وام مش راضي تروح بتتذكر ابوي بصير تصيح. انا من مرارة الفقدان انا داري ما رحتش، انا داري كلهم بروحوا الا انا مش قادره اعدي الدار اللي كانوا فيها. بعد ما كانت علي الدار مليانه بروح بفتح بلاقيها فاضيه. انا كان معي 4 بنات، بنت المجوزه كانت قاعده معايا وزوجي واولادي 3. فجاه لما اعدي بدار والاقي الدار فاضيه علي، أنا نفسيتي مش قادرة أروح على الدار وألاقيها فاضية. أنا بقولوا لي ليش أنت قاعدة هان؟ كل يعني الشمال بروحوا وبناموا في دورهم. حتى لما صارت الهدنة أنا هي أسألوا الشباب أنا ما روحت ولا قادرة أروح. بقول مش مروحة
الا لما اكود الله يهد بالي ويرجع بنات الي، اروح انا وياهم ونجتمع انا وياهم في دار ابوهن. اما هلقيت يا خالتي ماني قادره اروح على الدار اللي عشره عمري كان قاعد فيها، اروح اتذكر في كل نتفه في كل مكان. قبل ما يستشهد جوزي بثلاث ايام خبطوا دار اخته، نزلوا منها 12 شهيد اللي هم من دار غاليه. فهو بدفن في ابن اخته، قال يا رب يا خالي اليوم دفنتك بكره انا ادفن جنبك، واقسم بالله شهاده طلبها ونالها. يعني دفن ابن اخته الجمعه والسبت دفنوه. بنتي كانت مطيعه، يعني كان معي اربع بنات هي اصغرهم. تقولي كانت افهم وحده فيهم. قديش عمرها؟ 14 سنه. تقول افهم وحده فيهم، تعي يا رغد، هاتي يا رغد، ودي يا رغد. لساني ما كانش ماخذ اللي عليها. من شده ايش بدي اقول لك؟ كانت مطيعه. مسالمه. كلهم بيحبوها. كلهم بزعقوا عليها. هو تقول في الدار، هو فيش في الدار إلا رغد، هو فيش في الدار إلا رغد تندوها. وأبوها ما كانش يحب في بناته إلا هي، أكثر واحدة في بناته كان يحب هي. الله يصبرنا على فراقهم، الله يصبرنا على فراقهم ويعيني على الحمل اللي سابوا إلي. ساب لي حمل بنتين وولدين، وأنا مرة عاجزة زي ما أنت شايف. فربنا يقدرني ويعي ويا ربي ويعطيني طول العمر وأربي أولادي زي ما بقى بده. هو يوم ما استشهدت كان عليها يوم الأحد رحلة، استشهدت يوم السبت. وكنا يعني إيش، كنت أنا معي 10 شيكل بدي أعطيها إياها، وضايلة لحتى الآن في الدار ومش راضي أخدها. يعني تضلك تتذكر فيهم كل يوم، تتذكر أبوك، تتذكر أختك، تتذكر خواتي اللي مسافرات، فيش حدا. أنا لليوم 8 شهور وأنا بعاني من الشظايا اللي في ظهري. الساعة قبل 10 دقايق إجتني الممرضة وشلت لي الشظايا. يوم يوم بشيل 7 شظايا و8 شظايا يوميا. وعندي الولد هاد اللي هو محمود وحميده، حميده الصواب ما صوابش معنا في الدار. فيوم ما أخذنه خواته إجاني مصاوب، قصوا له بعيد عنك من الكبد في مستشفى العودة. قعد 7 أيام لا أكل ولا شرب على المحلول، وهو بين الحياة والموت، وربنا سبحان الله شفى لي. طلبوا مني أن أطلع مع بنتي المصابة على الجنوب. أنا مصابة لا قدرت أطلع ولا قدرت أسيب هذا وأطلع. طلعت أخت معها اللي هي أخت عمرها 18 سنة، هي الوحيدة المصابة شعنا في الدار. طلعت مع اختها على مستشفى ناصر في خان يونس. فيش يعني لا اب ولا اخو ولا فيش حد، يعني زمان كنا كتار. هلقيت فيش الا ام اخوي، يعني كنا 9 انفار في الدار، هلقيت فيش الا 3. لمبتنا الحلوه راحت، قعدتنا الحلوه راحت، ابتسامتنا راحت، الضحكة هلقيت لما بدك تروح تضحكها راحت. ايش بدك هلقيت تتذكر؟ كان يوم صعب جدا في 2011. احنا كنا جالسين في البيت، كوننا يعني جزء من هذا المجتمع الفلسطيني ونرفض يعني الخروج من بيوتنا، وجالسين عائلة مسالمة. كان والدي ووالدتي رحمة الله عليهم وأبنائي كانوا رافضين رفض قاطع إنه إحنا نطلع من بيوتنا كوننا ناس آمنين، وليش إحنا نتهجر؟ تهجرنا مرة بال 48 ولا يمكن نتهجر مرة تانية. فتفاجأنا إلا البيت بتم قصفه بطائرات الـ F-16 الإسرائيلية الأمريكية. ل
لقيت طبعا أولادي الخمسة ووالدي ووالدتي وأبو زوجتي وخوات زوجتي في الشارع، اللي جثته كاملة واللي نص جثة. ولحتى الآن أولاد الثلاثة اللي هي الإعلامية آيات عمر خضورة وأدهم عمر خضورة طفل لن يتجاوز 12 ربيعا، وبنتي سعاد سنة أولى جامعة، لحتى الآن هم تحت الركام. وهذا يعني يوم صعب، ولكن نحن أمة، يعني أمة سيدنا محمد، نؤمن بالله وبالقضاء وبالقدر. أولاد الشهداء خمسة: آيات عمر خضورة، أيوب عمر خضورة، سعاد عمر خضورة، ألاء عمر خضورة، أدهم عمر خضورة، ووالدي الشهيد إمام وخطيب جامع الشهيد عز الدين القسام الشيخ أيوب خضورة، وأم الشهيدة سعاد خضورة. سبعة في 20/11 ووالد زوجتي وخوات زوجة الاثنتان. 10 في لمح البصر. لحظات صعبة، ولكن يعني هذا فضل من الله أنه أكرمنا، أنه إحنا أصبحنا أبناء شهداء وآباء شهداء. وقلت لك أنه إحنا نؤمن بالقضاء والقدر. هو كان شعور صعب جدا، ولكن الفلسطيني عليه أن يتحمل، وإحنا دفعنا ضريبة صعبة جدا. وإن شاء الله يكون في بعد هالتضحية اللي ضحاها الشعب المكلوم والمظلوم يكون في نتيجة جيدة. أنا حاولت أجيب أيدي عاملة، فطلبوا مني مبلغ كبير على أساس يقوموا الثلاث أسقف اللي على الأطفال، فما قدرتش أدبر المبلغ هذا. الله يعني جديد بعث لي شاب بيشتغل رئيس جمعية هواري أبو مدين، الشهيد الزعيم الجزائري هواري أبو مدين، فالزلم استعد أنه يدفع كل التكاليف إن شاء الله خلال 72 ساعة القادمة انه هو يطلعهم. اما قبل للاسف يعني للاسف لهم من 20/11، واللي تحت الانقاض بالمناسبه الاعلاميه الكبيره ايات عمر خضوره اللي الان يؤخذ الفيديو تاعها اللي تحدثت على الفسفور الابيض، اللي قالت ربما يكون هذا الفيديو الاخير لي قبل استشهادها بعشر ساعات. قبل الاستهداف بساعة تقريبا كنت جالس أنا وصديق إلي محامي وبنت الإعلامية آيات عمر خضورة وابن الصغير اللي جلس بالمستشفى بالعناية المركزة 7 أيام، فكنا بنشرب في ابن عسل وباللاعب فيه. فبنت الإعلامية كانت جايبة أجوزة من النوع الغالي، فبتقول لي يابا هذا الغالي ما بنفتحش إلا للغالي لأخوها الصغير اللي هو أحمد. والله وافترقنا دقائق معدودة كان القصف، الحب متساوى تقريبا. ولكن آيات عمر خضورة، يعني أنا أكون معك صريح، هذه فتاة يعني سابقة لعمرها وسابقة كثير ناس. هي بنت مثقفة، ويمكن تستغرب انه يعني هي وصلت 24 عام وكانت رافضة حتى تتزوج، تقول لي يابا انا بدي اطلع اكمل مشوار الاعلامي وبدي اخدم قضيتي وبدي اخدم شعبي وبعدين قصة الزواج. وهي كان فكرها منفتح. انت لو فتحت على صفحتها على النت بتعرف قديش هذه البنت
ثقافتها وقديش الرؤية تاعتها. فيش أمر من هيك مر، ولكن قلت لك في النهاية إحنا يعني أمة سيدنا محمد، وأمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. هذا الإشي اللي مصبرنا، اللي مصبرك هو إيمانك بالله، وأنهم هم الآن شهداء. أما إحنا يعني شعور صعب جدا يعني لا يحتمله البشر. يعني أنا أحمد الله إن أنا قاعد أمامك وبتحدث.